خام النفط الجزائري يواصل تربعه على صدارة أغلى أنواع البترول في العالم، حيث اعتبر الخام الوحيد الذي تخطى عتبة 85 دولاراً للبرميل من بين جميع الخامات الأخرى المنضوية تحت لواء منظمة أوبك أو حتى خارجها. اليوم شوفوا يعني البترول راه في تقريبا ما بين 85 الى 90 دولار. هذا يعود الى اولا الحرب، دائما استمرار الحرب الروسيه والاوكرانيه وامداداتها خاصه بالنسبه للطاقه في اوروبا، كذلك نتكلموا على الجانب المناخي وين يكون طلب كبير في شهر 3 و4 و5 بسبب ربما كثره التنقلات وكثره يعني استهلاك للبترول عبر العالم. صحاري بلند لم يتأثر بالحروب والتوترات السياسية، حيث بقي الخام الأكثر طلباً في السوق العالمية نظراً لجودته العالية وخصائصه غير المتواجدة في الأنواع الأخرى. إذا تكلمنا على صحاري بلند اللي هو البترول الجزائري، دائما يعني قيمته السوقية في التسعير في البورصة دائما يأتي يعني السعر مرتفع. لماذا؟ لأن أولا يمتاز بجودة، خاصة أنه لا يحتوي على كثير من الكبريت، وكذلك أنه يعتبر من البترول الخفيف الذي مطلوب كثيرا في السوق. يعني دائما شوفوا كاين البترول الجزائري والنيجيري والإيراني وبحر الشمال، هذو دائما تكون أسعارهم أكثر من متوسط أسعار سلة أوبك. توقعات بزيادة الطلب العالمي على النفط الجزائري خلال الفترة القادمة بعد هذه الأرقام المحققة وفي ظل استمرار التوترات في البحر الأحمر.